انطلقت الآن الجياد في شوطها الثالث على جائزة مناور العنزي رحمه الله من أهل الرياض وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراء. هذا الشوط لجياد وفراس المستورد عمره 3 سنوات فأكثر التي كسبت من سباق واحدة 3 سباقات. هذا الشوط على مسافة 1600 متر قيمة الجائزة 44,000 ريال. وفي المركز الأول مجاور يتبعه الجواد الأصدق في المركز الثاني أيضا المحترم في المركز الثالث وأيضا متابعة من الجواد النعمان من الخارج والصدارة للجواد مجاور في المركز الأول متقدم بفارق بسيط عن الجواد الأصدق صاحب المركز الثاني وأيضا هناك متابعة من المحترم ومن النعمان من الخارج في المركز الرابع وأيضا محاولات للتقدم من بقية الجياد أيضا مع اقترابها لدخولها للطريق المستقيم ومجاور متصدر في المركز الأول والصدارة لمجاور مع دخول كل من الأصدق والنعمان في هذه الأثناء والمحترم للمنعطف الأخير باتجاه خط النهاية. مجاور متصدر في المركز الأول يحاول أن يبتعد عن الأصدق المنافس وأيضا بقية الجياد في هذا الشوط وشاهد أيضا تقدم قوي من قبل الجواد عز الرفيق في هذه الأثناء. عز الرفيق ما شاء الله لا قوة إلا بالله بن الفحل ماكيفيليان للصدارة بالفعل يتقدم ويحقق المركز الأول ألف مبروك. دخول قوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله من قبل الجواد عز الرفيق وهو المرشح.